أتريدون اكتساب لياقة بدنية؟ لكن وقتكم ضيق؟ أم أن الذهاب إلى النادي للتمرين يتعبكم؟ نقدم إليكم كرسي الرياضة الكل في واحد العجيب تشير جيم. إنها الطريقة الأسهل لأداء تمرين خلال 20 دقيقة في المنزل. ستكسبون لياقة بدنية خلال 30 يوما. بفضل تشير جيم استطعت الحصول على نتائج مدهشة. أصبحت أكثر ليونة وأكثر لياقة. عضلات بطني باتت محددة. لقد لمست نتائج مذهلة. وجدت تغييرا كليا في جسمي، جسمي بات مشدودا ولائقا، انا سعيدة جدا مع تشير جيم. ببساطة افتحوا تشير جيم وباشروا التمرين، كأنكم تملكون ناديا رياضيا شاملا في كرسي واحد مدمج ومحمول، لكن بدل الأوزان الثقيلة تستخدم تشير جيم مقاومة قابلة للتعديل لأجل نطاق حركة مريحة للمفاصل. كرسي مريح ثابت وآمن مع وسادة مبطنة لحماية كاملة للظهر. في أقل من 10 دقائق يوميا يمكنكم استهداف مناطق معينة مع أكثر من 50 تمرينا مختلفا لتحصلوا على الجسم الذي لطالما حلمتم به. شير جيم طريقة فعالة للحصول على تمرين كامل للجسم براحة تامة في منزلكم. تأتي بثلاثة مستويات من المقاومة مما يمكن أي أحد في أي سن من الحصول على نتائج. أنا في 60 من عمري الآن، أشعر بأنني أكثر ليونة مما كنت في 40. لا أعاني أي ألم في أسفل الظهر. لقد منحتني تشير جيم فرصة جديدة في الحياة. منذ أن بدأت استخدام تشير جيم أصبحت أفضل، شكلي قد تحسن. السر يكمن في تصميم تشير جيم الفريد الحائز براءة الاختراع. يجمع بين تمرين المقاومة، التمدد وتكييف الجسم، الكل في واحد. يمكنكم تمرين وتقوية العضلات بحركة واحدة انسيابية تؤمن لكم توازنا ووقفة أفضل وخصرا نحيفا لطالما حلمتم به. أتمرن على تشير جيم لعشرين دقيقة، بت أكثر لياقة وليونة، إنها تمنحني طاقة أكثر. تعجبني لأنها مريحة، أقدر على أن أفعل الأشياء المفضلة عندي، مشاهدة التلفاز والتمرن في الوقت نفسه، أشعر بالراحة. يمكنني مراقبة أولادي أثناء التمرين، أشعر بأن جسمي كله تغير كليا. بعد قليل ستتعرفون على رأي الناس بعد أن يجربوا تشير جيم. أشعر بالروعة، إنها رائعة، أنا مرتاحة جدا، إنه تمرين شامل. أشعر حقا بأنني أمرن ذراعي، يمكنني استخدامها في المنزل. ابقوا معنا كي تعرفوا المزيد عن هذه الآلة الرائعة وتعرفوا كيفية توصيلها إليكم. الآن حان الوقت لنستقبل مضيفتنا نجمة باي ووتش السابقة، وهي مضيفة تلفزيون وأم لأربعة أولاد، كيلي باكرد، مع الدكتور جون روبينو جراح العظام ومدير عيادة رياضية في لوس أنجلوس، لنقدم إليكم آلة اللياقة المنزلية تشير جيم. مرحبا، أنا كالي. إذا كنتم تريدون الحفاظ على لياقتكم البدنية ولا تملكون الوقت الكافي للتمرين، فلدينا حل مدهش لكم. أشعر بالفخر وأنا أقول أني منذ أشهر قليلة أنجبت طفلي الرابع، لذا كما تعلمون أنا مشغولة جدا هذه الأيام، لكن اللياقة البدنية مهمة جدا بالنسبة إلي، لأنه يجب أن أبدو جميلة وأنيقة. لهذا السبب أنا متحمسة جدا لاكتشاف تشير جيم، وهي طريقة جديدة وملائمة للمحافظة على شكل لائق. انضموا إلي لمعرفة المزيد عما يجعل نظام اللياقة المنزلي هذا فعالا جدا. دعوني أرحب بصديقي الدكتور جون روبينو. مرحبا جون، أهلا بك. شكرا لك. جون أنت طبيب مختص في جراحة العظام. نعم. تعالج الرياضيين. أنت بالطبع تعرف كم هو مهم أن يبقى المرء معافاً لائقاً وقوياً. بالتأكيد كالي، يهمني أن يعيش الناس حياة صحية وأكثر نشاطاً بصرف النظر عن عمرهم. مع التمارين المنتظمة سيكون مظهركم أفضل، ستشعرون بالراحة، ستنامون أفضل وستكسبون طاقة أفضل. لهذا السبب تعجبني تشير جيم، إنها توفر التمرين للجميع في كل الأوقات. تشير جيم سهلة الاستعمال جدا، فقط اجلسوا على الكرسي المريح وها أنتم يمكنكم البدء بالتمارين. إنها سهلة جدا، كأنكم تملكون ناديا كاملا، كل التمارين في كرسي واحد مدمج محمول خفيف الوزن. لكن بدلا من الأوزان الثقيلة توفر تشير جيم مقاومة متدرجة مع حركة انسيابية ناعمة، تأثيرها لطيف وتشتغل على حركة أجسامكم الطبيعية. إنها تجمع بين التمدد والمقاومة خلال نطاق من الحركة المثالية للمفاصل السليمة. هناك ثلاثة مستويات من المقاومة، مستوى أول، متوسط ومتقدم. الجميع يمكنهم الاستفادة من تمارين تشير جيم. أحب استخدام تشير جيم، أنا أمرن كل جسمي خلال 20 دقيقة بينما أراقب أولادي، وعندما أنتهي أضعها جانبا. أنا سعيدة باستخدام تشير جيم، لقد فقدت بضعة سنتيمترات من خصري، أردافي، ذراعي مشدودتان أكثر، وأتمتع بطاقة كبيرة. إنها ملائمة جدا، أنهض، أجد الكرسي أمام الجدار، أقفز من السرير وأباشر بالتمارين. لا أصدق، عندما أنظر في المرآة أرى النتائج.
لقد فقدت سنتيمترات من خصري، حقا إنها رائعة. قد تبدو تشير جيم مبسطة، لكن تصميمها الرائع يسمح لكم بممارسة أكثر من 50 تمرينا عمليا تساعدكم على تحسين الليونة والتوازن عندكم. إنها تعجبني، فهي طبيعية وناعمة على عكس الأوزان الحرة الضخمة التي يصعب التعامل معها. وإذا لم تستخدموا الأوزان الحرة بطريقة صحيحة، يمكنكم أن تضغطوا على مفاصلكم وأوتاركم، وحتى إنه يمكن أن تؤذوا ظهوركم. الآن مع تشير جيم، أنتم تجلسون على كرسي مريح مع مسند مبطن لحماية ممتازة للظهر. إنها منصة مثالية للتمرين، لأنها تنشط العضلات الأساسية أثناء القيام بالتمارين. العضلة الأساسية هي الأساس لحركاتكم اليومية، مثل الوقوف، الجلوس، الانحناء والرفع. العضلات القوية هي المفتاح لحماية أسفل ظهركم من الإصابات ولتحسين وقفتكم، كما أنكم تحصلون على خصر مشدود وعضلات بطن مثيرة. مع تشير جيم بات سهلا عليكم أكثر من ذي قبل الظهور بأفضل مظهر لائق. فقط اجلسوا وتمرنوا. منذ بدأت باستخدام تشير جيم أصبح جسمي مشدودا أكثر، أستخدمها 20 دقيقة يوميا. إنها قابلة للنقل، أخذها معي إلى أي مكان أريده. أصبح خصري رفيعا، أصبحت أكثر لياقة وليونة، منحتني المزيد من الطاقة. أستخدم تشير جيم منذ 4 أسابيع ونصف أسبوع، وأعترف بأنها قد أعجبتني كثيراً. سهلت التمرين علي بين 10 دقائق و15 دقيقة خلال 3 أو 4 أيام أسبوعياً. وجدت تغييراً كلياً في جسمي. جسمي بات مشدوداً ولائقاً جداً. أنا سعيدة جداً مع تشير جيم. أنا أتمرن على تشير جيم منذ 30 يوماً. وبالتأكيد أشعر بتغيير كبير في جسمي. يمكنني جمع التمارين واستخدام مستويات مختلفة من المقاومة. جيد أنني أستطيع القيام بالعديد من التمارين على آلة واحدة بسيطة. فقدت بالتأكيد 4 سنتيمترات من خصري. أشعر باللياقة في كل أنحاء جسمي. مع تشير جيم تستطيعون بسهولة استهداف كل مجموعة عضلات في جسمكم، الأذرع، الكتفين، الصدر، الظهر وكل العضلات الأساسية. إذا كنتم قد توقفتم عن التمارين، فهذه هي الطريقة المثالية لمعاودتها ثانية. وإذا كنتم بهذا الشكل كهذا الرجل هنا، فجربوا المرحلة المتقدمة وسوف تشعرون بالحرق مع بعض المقاومة القوية. لأن مقاومة تشير جيم ناشطة دائما، تنخرط العضلات بنطاق كامل من الحركة، لذا لا مجال للغش وهدر الجهد. أنا أمرن عضلات الذراع الأمامية، أعتقد أن الطبيب سيأخذ استراحة. هذا كل ما لدي؟ هذا كل ما لدي. حسنا، سوف أغير المقاومة. سوف أمرن عضلات الذراع الخلفية. هذا التمرين مهم جدا للنساء لاستهداف ظهر الأذرع لمكافحة الهزهزة. مع تشير جيم يمكنكم تحسين القسم العلوي من جسمكم الذي يحتاج إلى عناية. تؤمن تشير جيم تمرينا شاملا مدهشا للجسم بجزء من كلفة أدوات الرياضة المنزلية الضخمة ورسوم عضوية النادي المكلفة. إن كرسي تشير جيم متنوعة جدا، إنها ناد رياضي كامل في كرسي مدمج محمول. يمكنكم تمرين المؤخرة والأرداف. انظروا كم هو سهل التحول واستهداف الفخذين من الخارج. لا مجال لهدر الوقت بين التمارين، أنتم مضطرون إلى تنفيذ المزيد من التمارين خلال وقت محدود. مع تشير جيم ستكون استيقانكم رائعة جدا، سواء كنتم في 18 أو في 80. جسمكم لائق أو لم تتمرنوا من ذي قبل، تشير جيم تعمل على تمرينكم. بات عليكم أسهل من السابق أن تبنوا قوتكم، تحسن المرونة والتوازن، كل ذلك مع المحافظة على سلامة مفاصلكم. ومع نظام تشير جيم المدهش يمكنكم تغيير كامل جسمكم. ستحسنون قوتكم، تشدون جسمكم وتكسبون مرونة، ستحصلون على المزيد من الطاقة وسيكون شعوركم رائعا. أحيانا الحلول الأبسط تكون هي الأفضل. هذه فرصتكم الآن لكي تطلبوا تشير جيم. أتريدون اكتساب لياقة بدنية لكن وقتكم ضيق؟ أم أن الذهاب إلى النادي للتمرين يتعبكم؟ نقدم إليكم كرسي الرياضة الكل في واحد العجيب تشير جيم. إنها الطريقة الأسهل لأداء تمرين خلال 20 دقيقة في المنزل. ستكسبون لياقة بدنية خلال 30 يوما. بفضل تشير جيم استطعت الحصول على نتائج مدهشة. أصبحت أكثر ليونة وأكثر لياقة. عضلات بطني باتت محددة. لقد لمست نتائج مذهلة. وجدت تغييرا كليا في جسمي. جسمي بات مشدودا ولائقا. أنا سعيدة جدا مع تشير جيم. افتحوا تشير جيم وباشروا التمرين، كأنكم تملكون ناديا رياضيا شاملا في كرسي واحد مدمج ومحمول. لكن بدلا من الأوزان الثقيلة، تستخدم تشير جيم مقاومة قابلة للتعديل لأجل نطاق حركة ناعمة مدروسة لا تؤذي المفاصل، ومع 3 مستويات مختلفة من المقاومة، مبتدئ، متوسط ومتقدم، تجعل استخدامها سهلا في أي عمر وفي أي مستوى من اللياقة. كرسي ثابت
آمن ومريح مع وسادة مبطنة لحماية مثالية للظهر. منذ بدأت استخدام تشير جيم أصبحت أنام أفضل، شكلي قد تحسن، أشعر بالسعادة، أشعر بالتجدد. أعتقد أنها تجعل التمارين الرياضية أكثر متعة. لقد منحتني تشير جيم نظرة جديدة إلى الحياة. قمت بتمرين عضلات بطني، لذا لم أعد أشعر بألم في أسفل ظهري. أنا في 60 من عمري الآن، أشعر بأنني أكثر ليونة مما كنت في 40. السر يكمن في تصميم تشير جيم الفريد الحائز على براءة الاختراع، يجمع بين تمرين المقاومة، التمدد وتكييف الجسم. يمكنكم تمرين وتقوية العضلات بحركة واحدة انسيابية تؤمن لكم توازنا ووقفة افضل وخصرا نحيفا لطالما حلمتم به. منذ بدأت استخدم تشير جيم بات جسمي مشدودا وقد تغير الى الافضل. تعجبني.